اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج حاجه لذيذه جدا. النهارده هنعمل شاورما وهنعمل سلطه حمص وهنعمل حاجه حلوه ملهاش اسم، انا اللي مخترعها. سهله جدا، توست وعليه كراميل وشوكولاته. هوريكم ازاي نعمل شوكولاته سهله جدا وكراميل سهل جدا وطعمه حلو جدا ومعاه فاكهه. ناس كتيره سالتنا على طريقه الشاورما على الفيسبوك، فالنهارده اتمنى ان الشاورما اللي هنعملها تعجبكم. انا شبه متاكد ان هي احلى من الشاورما اللي بتتباع في المحلات، وهشرح لكم ليه. برضو عندنا تقرير عن محلات الشاورما، وبنسال الناس في الشارع ايه انواع السلطات اللي بتحبوها، وبنسالهم برضو لو بيعرفوا الكراميل بيتعمل ازاي. والنهارده هوريكم طريقه سهله جدا للكراميل وبيطلع حلو جدا، واحكي لكم على طرق تانية برضو ممكن نعمل بيها الكراميل. ما تنسوش بعد الحلقه تخشوا على صفحتنا على الفيسبوك تشوفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير، وتعملوا لنا فولو على تويتر عشان تعرفوا مواعيد البرنامج. وبرضه في ناس بتتواصل معانا على تويتر، في ناس بتشتم وناس بتشكر، الاثنين تمام يعني مفيش مشكله. وبرضه ابعتوا لنا ايميلز وقولوا لنا رايكم ايه في الاكل اللي بتجربوه، ولو عندكم اي ملاحظات سلبيه او ايجابيه ابعتوا لنا. هنطلع فاصل ونرجع عشان نبتدي نعمل سلطه الحمص. اهلا بيكم مره تانية. هنبتدي اول حاجه نعملها سلطه حمص. سلطه الحمص سهله جدا، من المقبلات او من السلطات الظريفه جدا. هنعملها باللحمه، فهنعمل جزء منها اللي هو الحمص دلوقتي، وهنحط عليها شويه من الشاورما اللي احنا هنعملها، هيبقى طعمها حلو جدا. هنحط برده عليها شويه صنوبر او صنيبر محمر، هيبقى طعمها ظريف. سهله جدا وسريعه، ممكن تتاكل بعيش او ممكن تتحط مع الشاورما في السندوتشات. من يعني هي اصلا سلطة الحمص من مقبلات الشامية، سوري ولبناني، وطبعا الشوام بيطبخوا كويس جدا. فنحط شوية طحينة صغيرين في بولة كبيرة، وحط عليهم شوية مية. كنت عملت لكم قبل كده كذا مرة او يمكن مرة مش فاكر طحينة، فلما نحط مية على الطحينة ونيجي نقلبها، طبعا دي طحينة خام اللي بتتباع في برطمانات في السوبر ماركت، ونيجي نقلبها هنلاقي ان هي كان لونها فاتح، بتبتدي تفرول شويه وتنشف ولونها يغمق. فانا نقعد نقلبها مفيش مشكله، هي بتبتدي تشرب الميه يعني الاول بتغمق وتنشف، وبعدين ترجع تاني لونها اللي هو ابتدت عليه زي ما شايفين، ابتدت تشرب الميه، هي غمقت شويه في النص. يعني احنا حاطين حوالي ربع كوبايه، مش كميه كبيره يعني، مش هنعمل كميه سلطه كبيره. وطبعا المقبلات دي من الحاجات الظريفه جدا، ان هي اول حاجه بتخلي الواحد ما ياكلش كتير، بالذات السلطات، غير ان هي مفيده، غير ان هو بدل ما الواحد يخش يدب على طول وجبه رئيسيه او حاجه تقيله، بياكل حاجه اخف شويه قبلها، فيعني بتحذر المعده ان في قنابل داخله يعني. غير طبعا الحمص مفيد جدا، فيه مضادات الاكسده، ويعتبر يعني بالنسبه للحمه والسمك والفراخ مصدر للبروتين رخيص. طبعا مفيش حاجه رخيصه الايام دي يعني، الحاجات كلها بقت غاليه، بس يعني هو بنتكلم مقارنه باللحمه والفراخ. فاحنا الطحينه خلاص اول ما هي ترجع لونها التاني وخلاص تبقى نحس ان هي متجانسه، يبقى كده خلاص الطحينه دي خلصت. هنا دي علبه حمص بيست او يعني عجينه حمص، لو ما لقيناهاش نقدر نجيب حمص اللي هو بيتباع برده في علب جاهز بيبقى مسلوق، بس يعني نديله سلقه صغيره وبعدين نطحنه او نفرمه. لو مفيش نجيب حمص نسلقه بقى من الاول لحد ما يبقى طري، وبعدين نشطفه ونصفيه وبعدين نطحنه. فهنقلب الحمص مع الطحينه، عايزين بس ايه نتاكد ان احنا بنقلب كل حاجه كويس.
ممكن عشان نساعد شويه على التقليب نحط شويه زيت زيتون، كده كده هنحط زيت زيتون كتير بعد شويه، بس ممكن نحط شويه عشان يخلي الموضوع متجانس، ونحط برده شويه ملح وفلفل، مش عايزين يعني نحط كتير قوي، شويه صغيرين يبقوا تمام. وزي ما قلت لكم في ناس كتير بعتت تسالنا على موضوع طريقه عمل الشاورما، في طبعا شاورما لحمه وفراخ، في شاورما كبده، يعني هي الشاورما نفسها مش مقيده بنوع لحمه معين، هي الفكره كلها في الشاورما ان هي لحمه متقطعه صغير، وطبعا كلنا عارفين محلات الشاورما والراجل واقف على السيخ واحنا واقفين جنبه بقى مستنيين دورنا عشان ناخد الساندوتش، سواء بقى في عيش بلدي، في عيش شامي، في عيش صاج، في عيش كايزر، كل واحد بقى زي ما بيحب. هنقلب بقى الموضوع ده كويس جدا، وبعدين شويه بقدونس صغيرين مش كتير نقطعهم، لو مفيش بقدونس فريش ممكن نحط بقدونس ناشف بيتباع مع البهارات في السوبر ماركت، هنحط شويه بقدونس، وهنحط برضو نعناع، ننقلنا كام ورقه نعناع ونقطعهم كده صغير على سلطة الحمص، مش عايزين نحط نعناع كتير، احنا بس عايزينه يدي ريحة وطعم زراف، مش عايزينه يضغي على السلطة، يعني مش سلطة نعناع، هي سلطة حمص. ولسه طبعا لما اللحمة تتحط بالصنوبر بالزيت اللي الصنوبر متحمر فيه هيبقى طعمها ظريف جدا. هنعصر برضو نص ليمونة، نعصرها مقلوبة أو بعصارة عشان بس البذر ما ينزلش، وبعدين هنحط شوية خل مش كتير برضو، شوية صغيرين يعني حوالي معلقة صغيرة أو معلقة ونص أو نص معلقة كبيرة. في طبعا بقى عشان الموضوع لو حد بيحب إن هو يعاير بالظبط الكميات، في بيتباع كوبايات متعلم عليها، كوبايه ونص، كوبايه وربع كوبايه، وبرده باللتر وبالملي لتر، وفي معالق برده بتتباع احجام بتبقى ست او طقم، في كذا معلقه اللي هو معلقه صغيره وكبيره ومعلقه ونص وربع كوبايه اللي هي المقاسات الصغيره عشان لو حد عايز يعاير. ولكن انا يعني انا عامه بهتم بموضوع المعايره ده في الحلويات بالذات الكيك والحاجات دي، لان الكميات فيها بتفرق، يعني هي بتفرق، ممكن شويه خميره زياده او شويه بيكنج باودر زياده يخلوا حاجه تنفش زياده عن اللزوم او تفرقع، فموضوع او تخلي حاجه معجنه او نافشه وظريفه على حسب يعني طبعا بنعمل ايه. ولكن في الاكل اللي هو الطبيخ العادي، يمكن عشان مش شاطر في الحلويات فعشان كده بهتم بالموضوع ده، ولكن في الاكل العادي بحس ان هو الموضوع كله مع التجربه كذا مره هيجي بالسنس، ومش محتاجين ان احنا نبقى قاعدين بنقيس معلقه خل، احنا من التجربة كذا مرة احنا عارفين شوية الخل دول كويسين، شوية الحمص دول، شوية البقدونس دول برضو كفاية. اخر حاجة هنحطها احط نص معلقة توم مفروم، نص معلقة صغيرة، واقلب الكلام ده كويس. زي ما احنا شايفين خلاص هي بقت الموضوع كله عامل زي الكريمة بقى متجانس، والقوام بتاعه بقى شكله ظريف. طبعا مش ده الطبق اللي هنقدم فيه، ده طبق بس بنحضر فيه الحمص. كده احنا خلاص خلصنا سلطة الحمص، فاضل بس ان احنا نعمل اللحمة نحطها عليها. بس قبل ما نطلع فاصل ممكن نبتدي نسيح عشان تاخد وقت شوية، نسيح شوكولاتة هنستخدمها في الحلو اللي في الاخر. زي ما قلت لكم الحلو في الاخر ده يعني انا مقتبسه من كذا نوع حلو من كذا طريقه، فهو ملوش اسم، يعني هو تشكيله كده، فانتوا ممكن تسموه زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن كل واحد يعمله ويغير فيه شويه او يعمله زي ما هو ويسميه على اسمه، مفيش مشكله. احنا تقريبا هنحتاج نص قالب اللي هم حوالي تقريبا 100 جرام شوكولاته،
الشوكولاته اللي هي الخام طبعا، مش عايزين نعمل الشوكولاته اللي هي او ممكن لو انتوا عايزين يعني تجيبوا انواع الشوكولاته اللي بتحبوها وتسيحوها وتبقى تمام. فهنقطع الشوكولاته دي بالسكينه، هنلاقي ان هي بتتفرفت بسهوله، مش حاجه صعبه يعني، هنقطعها بس حتت صغيره كده. وفي طبعا انواع منها مصري ومستورد، المصري بتاعها كويس انا بحبه يعني. والوصفه دي انا بحب اعملها اكتر بشوكولاته اللي هي المتوسطه، اللي هي الشوكولاته العاديه، ولا غامقه ولا البيضة، لان اصلا الحلو هيبقى فيه كراميل، فالكراميل لونه فاتح، فمش عايزين نعمل شوكولاته بيضة هتبقى فاتحه برضو، عايزين يبقى الالوان شكلها ظريف بتاعه الطبق في الاخر. وعلشان كمان الشوكولاته الغامقه انا ما بحبش طعمها قوي، بس لو بتحبوها ممكن تعملوها. في ناس ممكن تعملها بشوكولاته اللي هي بالنعناع اللي هي الافتر ايت. هنحط الشوكولاته دي في البوله وعلى البوتاجاز بقى اللي على يميني. طبعا انتوا عارفين في بوتاجاز على يميني وبوتاجاز على شمالي، وميزانيه انتاج رهيبه يعني. فالبوتاجاز اللي على يميني ده في طاسه فيها ميه، يعني هنعمل لها حمام ميه مغليه علشان الشوكولاته تسيح، والكميه دي كفايه قوي زي ما قلت لكم. فهحطها هنا واسيبها تسيح على مهلها. هنطلع نشوف تقرير بنسال الناس في الشارع ايه انواع السلطه اللي بيحبوها، ونرجع تاني. ممكن السلطه الخضراء اكتر حاجه بتتاكل يعني، لكن ممكن سلطه الزبادي بحبها برضو. سلطة الخضار لأنها مفيدة جدا، فيها حديد، عبارة عن كل الخضروات فيها، فأنا بفضل سلطة الخضار عن أي نوع سلطة تانية. هو أنا بحب السلطة البلدي أكتر، عشان السلطة البلدي مفيدة أفيد من أي نوع سلطة تانية يعني. هي سلطة بابا غنوج بحبها، ماما بتعملها برضو بالبتنجان. ونوع تاني بحبه خارج السلطات خالص اللي هو سلطة الفواكه. أكتر نوع سلطة سلطة الخضار عشان هي مفيدة. بحب السلطة الخضراء، وبحب سلطة بابا غنوج وسلطة الطحينة، دول أكتر أنواع سلطات بحبها. السلطة الخضراء عشان طبعا كلها خضار وفايدتها كتير. اهلا بيكم مره تانية، شفنا راي الناس ايه في موضوع السلطه ده، وشفنا ان الناس كل واحد بيحب نوع سلطه معين، في بيحبوا سلطه خضراء، في بيحبوا سلطه الطحينه وبابا غنوج، حاجات كلها ظريفه ومفيده، وزي ما قلت لكم السلطه مهمه جدا في الاكل. هنبتدي دلوقتي نعمل الشاورما. انا هعمل الشاورما كلها بلحمه كندوز، بس نوعين مختلفين. ممكن تعملوها بلحمه ضاني لو عايزين، او ممكن تعملوها بلحمه تلو، بس انا بفضل اللحمه الكندوز والضاني، بس عشان ناس كتير ما بتحبش اللحمه الضاني فانا هعملها بلحمه كندوز. فهجيب طاسه على نار عاليه واحط فيها شويه زيت نباتي. عايزين تحطوا زيت زيتون ممكن، بس يعني شاورما وكده يعني مش لاقي معاها زيت الزيتون ده، مش مقنعه يعني. فاحط شويه زيت، وبعدين عندي بصلايه هقطعها حلقات صغيره. دايما نخلي بالنا واحنا بنقطع اي حاجه ان هي تبقى على الجنب المستوي بتاعها، علشان محدش يتعور يعني. يعني ادي نص البصلايه اهي، لو حطيناها كده وجينا نتقطع فهي سهل ان هي تتحرك يمين وشمال، انما لو على جنبها ده فهي ثابته اكتر. وخلي بالنا يبقى اصبعنا يعني بعيد عن السكينه، علشان برده محدش يقطع صباعه، ولو قطع صباعه يبقى يحط بلاستر ويغسل ايده ويرمي البصل وبعدين يجي يكمل يعني. مش صباعي يتعور بقى وهقعد خلاص بقى اريح مثلا اسبوع مش هطبخ. هنحط البصله، نستنى بقى اصدقائنا بتوع الدفاع المدني يردوا علينا عشان نعرف نجيب بوتاجاز نار بيسخن بسرعه. مش عارف بصراحه الدفاع المدني دول تبع وزاره ايه يعني، برضو الواحد كان عايز يعني يناشد السيد الوزير. طبعا انتوا عارفين ان هو البوتاجاز بس النار ده
اللي هو بنار اسهل شويه، مش اسهل يعني، على هو على حسب التعود طبعا. لو حد متعود على البوتاجاز الكهرباء هيعرف يطبخ بيه تمام، لو مش متعودين على البوتاجاز الكهرباء بيبقى هتواجهوا صعوبات شويه، لان هو بياخد وقت عشان يسخن، ولما توطوا الحاجه تفضل سخنه، بس يعني عشان في استوديو كده وفي نظام، فالدفاع المدني مانع ان يبقى فيه بوتاجاز غاز. واظن دي حاجه جديده، لان انا شفت برامج زمان كانوا بيستخدموا بوتاجازات غاز، وفي ناس بتصور يعني، معرفش البرامج في مصر ولا لا، بس في برامج بتيجي على قنوات تانية، برامج متصوره بره مصر يعني، البوتاجازات بتبقى غاز، بس اظن ان هم ممكن يبقى عندهم استثناءات، او ممكن يكون حد بيصور في بيته عنده مطبخ حلو مثلا فبيصور فيه، فده غاز بقى براحته، الدفاع المدني ما يقدرش اصلا يخش البيت غير باذن من النيابه عشان يفتش بقى يدور على الانبوبه. ممكن بس نعلي بقى النار شويه عشان نخلص الموضوع ده. زي ما قلت لكم انا عندي نوعين لحمه هستخدمهم، هستخدم لحمه مكعبات كندوز عشان فيها نسبه دهن عاليه شويه، فاللحمه بقى اللي هي المكعبات دي هنقطعها حتت صغيره، عبال بقى ما البصل يتعمل والحاجات دي. وانا عايز لما احط اللحمه في الطاسه تبقى الطاسه سخنه جدا، يعني مش عايز الطاسه تبقى بارده لسه علشان اللحمه تنزل يجي لها صدمه. ممكن بقى اقطع اكتر من واحده مع بعض، والبصل يعني شغال تمام. كان عندي واحد صاحبي زمان في المدرسة كان كل ما يروح حتة ياخد اخوه معاه، اخوه الصغير، وكان اخوه مليان شوية، فكنا ايه مسمينه شاورما عشان هو يعني شبه سيخ الشاورما. طبعا يعني الواحد لما بيفكر في الحاجات دي دلوقتي بيتضايق، لان يعني في الاخر طلعت تخينة اهو، فممكن اي حد يقول لي يا شاورما، ولكن عيب طبعا التريقه على الناس. ولكن هو كانش بيزعل، هو كان بيبقى مبسوط، لان هو كمان كان عنده جمله مشهوره كل ما حد يجي يغلس عليه او يهزر معاه يقول له انا هعمل لك شاورما. كان بلطجي هو شويه يعني، ايه شرس يعني، عيد ميلاد يجيبه، خارجين في حته يجيبه، بيجيبه في اي حته يعني. زي ما قلت لكم هو شويه بصل وملح وفلفل، حطيت انا شويه لحمه على البصل ده وهقلبها. زي ما قلت لكم عايز نار عاليه علشان عايز اللحمه تاخد صدمه كده في الاول، واحط معاها نص معلقه ثوم مفروم عشان بس يديها ريحه لذيذه يعني. ممكن ازود بقى شويه لحمه كمان باني يعني قاعد فاضي وبرغي معاكم. زي ما قلت لكم صاحبي ده كل ما نروح حته يجيب اخوه معاه، واي حد يكلم اخوه يقول له انا هعمل لك شاورما. وفي مره كنا في النادي وكان جايب اخوه معاه برده، وفجاه شاورما اختفى ولقينا صاحبي ده طالع بيجري، فطلعنا نجري نشوف ايه. هنزود بقى شويه زيت كمان، يعني طبعا اللحمه اللي انا جايبها دي الدهن بتاعها قليل عشان تبقى خفيفه. طبعا انا ما يهونش معايا عليا ان انا اعمل حاجه خفيفه، فنزود شويه زيت، وريحة طبعا حلوه جدا. زي ما انتم شايفين هتاخد وقت في التسويه شويه عشان تطلع مستويه، فانا قاعد بقطع في لحمه واحط لحمه والعمليه تمام يعني، مفيش مشكلة خالص يعني. الطبيخ مش صعب ولازم يعني كلكم تجربوه، حتى اللي ما بيحبش يطبخ ممكن يعني يجرب حاجات سهلة، هيلاقي ان هو مبسوط. في ناس اعرفها بقى ما بتحبش تاكل الاكل اللي هي بتطبخه، وانا وطيت شوية على اللحمة فهتلاقوا اللحمة ابتدت تنزل المية بتاعتها، واحط برضو دي يعني مش الوصفه الدوليه للشاورما، دي وصفتي انا للشاورما يعني، مش
شويه برده يعني نص معلقه كبيره خل تفاح برده طعمه حلو جدا. يعني الريحه دلوقتي خطيره. وحطيت انا ملح وفلفل على البصل فمش محتاج ازود ملح وفلفل. ممكن احط برده شويه خل بلسمك، هو عالم خل بقى، بس الحاجات دي بتخلي طعم الاكل حلو جدا. حوالي معلقه كبيره برده هتخلي طعمها حلو وتخليها مستويه ولونها غامق بس مش ناشفه. بعدين بقى عندي هنا طماطمايه هقطعها اربع ارباع، وبعدين كل ربع هقطعه حتت واحطه مع الشاورما. طبعا الحتت دلوقتي كبيره بس بعد ما تنشف وتنزل الميه منها هيبقى العمليه في اللذيذ يعني. طبعا الظريف برده دلوقتي في موضوع الشاورما ان بقى كتير قوي من المطاعم، ممكن مثلا عندكم جنينه في البيت او مأجرين حته عاملين فيها حفله او فرح او عيد ميلاد او الحاجات دي كلها، ان محلات كتيره دلوقتي بقت بتقدر تأجر لك مكنه شاورما بالراجل اللي واقف عليها بيعمل شاورما وبتحاسبك بالكيلو، بتبقى طبعا غاليه شويه بس يعني اسهل من الواحد بقى ارخص من واحد يشتري مكنه شاورما ويقعد هو يقطع اللحم ويرصها. وطبعا يعني الموضوع بقى ان احنا بنعمل اكل في البيت بالذات الشاورما، يعني ما تفتكروش مثلا ان محلات شاورما الشاورما اللي فيها دي انضف انواع اللحمه، لا هي بتبقى لحمه مش احسن حاجه، يعني ما حدش هيعي او يجرى له حاجه، بس قطعيات اللي هي بتفضل في الاخر مش بيستخدموها في حاجه فما تبقاش اظرف حاجه. فالميزه بقى ان احنا نعمل موضوع الشاورما ده في البيت، اول حاجه ان احنا ضامنين ان الاكل يبقى نظيف وضامنين ان احنا عاملين اكل زي ما احنا بنحبه. فاحنا بقى بنتحكم في الطعم والنظافه والحاجات دي كلها. عمال ما اقطع الفلفل بقى ممكن نطلع نشوف مثلا تقرير عن محلات الشاورما ونرجع تاني. شاورما يعني اكله الناس كلها بتحبها وبالذات الاطفال، ياكلوها من امتى؟ ده حسب ما هيسمح دكتور الاطفال انهم يتدخل في اكلهم، اللي هي محتوياتها اللي هي بروتين عالي قيمه من ناحيه الاحماض الامينيه والعيش ومكوناتها الثانيه، فممكن بدءا من سنه ونص سنتين مفيش مشكله. الفكره بس في الشاورما الخوف الرئيسي بالنسبه لينا احنا بالنسبه للاطفال هي نسبه الدهون اللي فيها، لان حسب انواع الشاورما، في لو احنا بنتكلم على شاورما معموله بلحم الضاني دي فيها نسبه دهون عاليه جدا جدا، الاقل منها اللحم البقر والاقل منها الفراخ خاصه صدور الفراخ. الشاورما من الاكلات المحببه جدا لكبار السن ولصغار السن بكل انواعها وبكل طرق تحضيرها. هي الشاورما بتتكون اغلبيتها من اللحوم او من الفراخ، واحنا بنفضل دايما ان احنا نعملها من الفراخ عشان نقلل كميه الدهون، ولو اتعملت من اللحوم بنختار اللحمه اللي هي بتبقى خاليه الدهن او قليله الدهن عن اللحمه كثيره الدهن علشان نحميها من امراض القلب. الكميه المصرحه بالشاورما هي نفس الكميه المصرحه باللحوم الحمراء في خلال الدايت، وهي ان هي تكون بتتكون من حد اقصى نص كيلو في الاسبوع. بالنسبه لشاورما اللحمه حضرتك، احنا طبعا شاورما اللحمه دي سوري، يعتبر احنا بنقدم شاورما لحمه سوري وشاورما فراخ سوري. بالنسبه لشاورما اللحمه بجيب قطعه معينه في الذبيحه بتبقى وش الفخده غالبا، بتتعمل زي البفتيك الاول من عند الجزار، طبعا ست البيت بتخلي الجزار يعملها لها بطريقه البفتيك، وبعد كده هي بتقطعها سلايزات صغيره، بكون انا او هي في البيت طبعا بتحضر المارينيه بتاعها، عباره عن عصير بصل، تومه بسيطه كده، شويه طحينه وشويه بهارات شاورما. ايوه
خدنا دهون من النوع الدار من ناحية، هو بياخد كمية أكتر من محتاجها فيبتدي يخزن في شكل الدهون ويدخن، ومن ناحية تانية لقوا إن الدهون دي لو متاخدة بنسبة عالية بتضر الطفل حتى في التركيز، لقوا إن في بعض أمراض التركيز بتزيد لو أخد دهون من النوع السيء ده. حتى مثلا في الأمراض اللي عندهم أطفال عندهم الربو، لقوا إن يعني أتاكس بتاعت الربو للأطفال دي بتزيد لو أخد نسبة عالية أو من الدهون في التغذية بتاعته. فمهم إن ياخد نوعية دهون مطلوبة بكمية معقولة. أما بالنسبة للمرضى والسن الصغار السن، ساعتها ان احنا بنقلل الكمية دي لتبقى ان هي تقريبا نص كيلو خلال الشهر كله. اهلا بيكم مرة تانية، اتمنى التقرير اللي فات يكون عجبكم. طبعا برضو يعني عشان الواحد يبقى منصف ما يبقى ظالم، ظريف جدا ان احنا نروح ناكل شاورما بره. الاكل برضو اللي في الشارع بيبقى معرفش يعني دايما ليه طعم مختلف شويه عن اللي في البيت، او يمكن هو الواحد عشان بيخرج ويتفسح بيبقى المود بتاعه والمزاج بتاعه اظرف ويبقى مبسوط وهو بياكل بره. وطبعا في محلات شاورما في مصر حلوه جدا، انا بطلب منها شاورما كتير، يعني مش دايما الواحد بيبقى قادر يطبخ في البيت خلاص، ما ممكن الواحد يقعد اسبوع شغل وطبيخ، او ست البيت تقعد اسبوع شغل وبتطبخ بتوصل المدرسه بتاخد بالها من العيال. فيعني ممكن يوم الجمعه والسبت او في الاجازه جمعه وحد على حسب بقى اجازات المدارس او جمعه بس، ان الناس يعني تاكل بره. وظريف جدا موضوع الناس تخرج تتفسح دي، عشان برضو الواحد ما يكتئبش ويتخنق ويبقى ايه مش ظريف. يعني هنحط برضو شويه بقدونس على الشاورما، برضو هنقطعهم وحط شوية ورق نعناع مش كتير، يعني ممكن احط برضو شوية شطة اللي هي اتمنى ان احنا نلاقيها، شوية شطة صغيرين قوي، لو ما بتحبوش الشطة خلاص ما تحطوش، بس ممكن احط شوية صغيرين بس، او ممكن احط فلفل حراق اللي هو الفلفل الفريش احمر او اخضر، نحطه حراق. لو هتحط فلفل فريش افضل يكون احمر عشان برضو ايه يكسر اللون شويه البني بتاع الشاورما، فيه احمر وبني واخضر. طبعا الريحه لذيذه جدا وظريفه جدا. اخر حاجه بقى ان انا هجيب نص ليمونه اعصرها على اللحمه، يبقى كده خلصت الشاورما. فاضل بس يعني هسيبها تستوي شويه، هاخد شويه بقى اطلعها من الطاسه ممكن تتاكل كده لوحدها، وممكن تتعمل سندوتشات، اعمل لكم سندوتش شاورما ظريف جدا، وهنحط شويه منها على سلطه الحمص، ونطلع فاصل ونرجع تاني. اهلا بيكم مره تانية، زي ما انتم شايفين خلاص الشاورما تقريبا استوت، سايبه على نار واطيه قوي عشان تستوي براحتها، تبتدي دلوقتي تعمل الحلو. فانا محتاج توست ابيض عادي موجود في اي سوبر ماركت اللي هو الطري مش الناشف، وهجيب اربع بيضات من الثلاجه وهكسر الاربع بيضات في بوله، وزي ما قلت لكم الميزه في الحلو ده ان هو سهل جدا وظريف جدا مش بياخد وقت كتير، مش محتاج يعني حرفه وحرفانه جامده يعني عشان يتعمل، هو سهل. هحط عليه على البيض ده شويه لبن، يعني لكل بيضه مثلا نحط معلقه كبيره لبن، فيبقى عندنا اربع بيضات على حسب برده كميه التوست اللي هتعملوه. هحط معلقه صغيره فانيليا عشان تكسر شويه طعم الزفاره بتاع اللبن. هحط برده في الخلطه دي شويه قرفه صغيرين قوي، يعني نص معلقة قرفة مش كتير، وهقلب بقى الخلطة دي كويس او اللبن بالبيض بالقرفة بالفانيليا.
واقلب الشاورما كده تقليبه عشان اتاكد ان هي تمام. خلاص هو يعني اللحم خلاص تقريبا استوت، والخضار اللي في الشاورما برضو استوى. العمليه كده في الظريف يعني. اللي هعمله دلوقتي ان انا طاسة على نار تانية هحطها على نار متوسطة شوية، هحط فيها شوية زيت وبعدين عندي هنا الشوكولاتة اللي بسيحها هبص عليها بصة. شوفي يا اخبار زي ما انتم شايفين الشوكولاتة خلاص بتسيح او ساحت، انا عايز تبقى سايبه خالص الكميه دي كفايه قوي، فانا هسيبها واطفي عليها، سيبها جوه الميه بس تفضل دافيه وسايحه واطفي عليها النار. زي ما قلت لكم بيض وفانيليا وقرفه ولبن، التوست اللي عندي ده هقطع الطروف بتاعته يعني خليه يبقى مربع صحيح. فكده قطعنا الستة توست اللي احنا عندنا، بعدين هحط كل واحدة توست في البيض ده اللي بالقرفة، وبعدين احطها في الزيت تشوح كده تقلي في الخفيف يعني. فزي ما قلت لكم بقى صاحبي طلع يجري يشوف شاورما راح فين. كده خلاص ده تمام، هغسل ايدي برضو. فروحنا نشوف شاورما راح فين، لقينا شاورما واقف حواليه 4 ضخام الجثه جدا، معرفش جابهم منين، عمال يتخانق معاهم ويزعق لهم، وكان صغير انا اعمل لكم شاورما ومعرفش ايه، عمال عامل مشاكل. فاحنا طبعا روحنا نحاول نهدي، والناس طبعا متضايقه وعايز تضرب شاورما. فجاه بنبص حوالينا ما لقيناش اخو صاحبي اللي هو شاورما، يبقى احنا واقفين وطبعا قلقانين يعني، لان هم اكبر مننا وشباب عضلات يعني وديكا وامينو وشغل جامد يعني. العيش ده مش عايزينه يتقلي قوي، هو يدوبك بس الزيت يسخن ويظبط. في هنا برده بسكوت مسكر هنطحنه في الخلاط او في الكيتشن ماشين. عايزينه يبقى بودرة ناعمة جدا. كده تمام، هنرجعه في البولة دي تاني ونحط عليه شوية زبدة سايحة. ونقلبه. هنقلبه كويس ونقلب بقى التوست اللي عندنا ده. ريحة القرفة طبعا حلوة جدا لما بتسخن. نقلبه الناحية التانية زي ما قلت لكم مش عايزينه يبقى محروق يعني، زي ما انتم شايفين شكله كده مصفر عشان طبعا البيض اللي عليه، بس طبعا الفانيليا هتديله ريحة وطعم حلوين جدا. هنا عليه الناحية التانية. هو العيش كده بقى تمام، هطفي عليه هطلع العيش ده كده أنا عملته.
كده تمام. والبسكوت اللي انا عملته ده برضو احط شويه على كل واحد واحاول افردهم كده شويه. زي ما قلت لكم الحلو ده انا اللي مخترعه، فهو ملوش اسم فسموه زي ما انتم عايزين. هدخله الفرن على درجه حراره 200. عايز بس البسكوت اللي على الوش ده يمسك شويه، بعدين نبتدي نعمل الكراميل. زي ما قلت لكم الكراميل ما ينفعش ان احنا نبتدي فيه ونوقف في النص، لازم يبقى كل المكونات جنبنا. فاحنا هنحتاج سكر وحله على نار متوسطة، يعني لو هي من 1 لـ 6 4 يعني ده البوتاجاز اللي هنا اللي هو الكهرباء. وهنحتاج زبدة تبقى جنبنا، وهنحتاج ويب كريم او كريمة اللي هي المخفوقة، بتيجي بودرة او بتيجي جاهزة في باكتس وبتتعمل مفيش اي مشكلة. فهنحط السكر ده في ده حوالي نص كوباية سكر، هنحطهم في الحلة. لازم نبقى عيننا عليهم قوي، مش عايزينهم يتحرقوا. ولو معانا معلقه نقلب بيها الموضوع ده، عشان ايه؟ طبعا مفيش ولا زيت ولا اي حاجه، هم في الحله كده على طول، فهم هيسيحوا بسرعه. ممكن دلوقتي نبتدي برضو نعمل سندوتشات شاورما نجهزها يعني، بس عيننا على السكر اهم حاجه يعني. فانا عندي عيش، ممكن عيش شامي ممكن عيش تورتيه، انا عندي عيش تورتيه هعملها في عيش تورتيه. واطلع شويه الشاورما دول احطهم العيش. طبعا بقى ممكن يعني ايه كل واحد بقى ايه يبتكر، ممكن حد يبشر عليهم جبنه، ممكن حد يحط معاهم زيتون، كل واحد يعني على حسب ايه رغباته ونزواته في الاكل يعني. هنقفل الساندوتش ده كده، نجيب خله سنان بس نقفله بيها. لا مش هنقفله بخله سنان، لسه هنشويه بقى الساندوتش ده. نحط بس الحاجات كويس ونقلبه على وشه كده يفضل ماسك، ونعمل واحد تاني عشان واحد ليا واحد للمنتج. وطبعا بقيت الشاورما دي ممكن زي ما قلت لكم الشاورما تتاكل من غير عيش خالص، لو حد عامل رجيم او حد عايز ياكل يعني لحمه كده وخلاص. وطريقه الشاورما قريبه شويه من طريقه الفاهيتا، والناس كتير طلبت طريقه الفاهيتا، هنعملها برده في حلقه من الحلقات. يعني الفاهيتا هي شاورما بس مكسيكي، يعني شاورما بس عامله نفسها مش واخده بالها. لسه السكر ما بدأش يشتغل. ممكن برضو نقدم بقى الحمص، اوريكم برضو يعني نستغل ان الشاورما خلصت ونكسب وقت. نشيل ده على جنب كده. فالحمص اللي عملناه هنحطه في طبق اللي هنقدم فيه. قبل ما احط الحمص ممكن نطلع بقى نبص على تقرير، بنسال الناس يعرفوا ايه عن الكراميل ويعرفوا الكراميل بيتعمل ازاي ولا لا. نرجع تاني. بالنسبه للكريم كراميل انا بشتريه باودر من السوبر ماركت وبعمله كده في البيت يعني، بس هو اصله تقريبا بيتعمل من بياض البيض او كده يعني، ده اللي انا اعرفه. لا وانا بحبه جدا، بس انا بحب الكريم كراميل جدا بس ما اعرفش بيتعمل ازاي بصراحه. لا مش بعرف اعمل الكريم كراميل، بنجيبه جاهز. لا هو انا عارفه الكراميل بيتعمل من السكر لما بتحرقيه شويه، لكن ان انا اظبطه ما بيجيش. الكراميل لا ما بحبوش وما بعرفش تعمل ازاي. والله انا بجيب الجاهز بس برضو يعني البيتي ممكن الواحد بيجرب فيه وبينجح برضو. لا الكراميل ما بعرفش اعمله بس بحبه. الكراميل ما بعرفوش بس بعرف اكله. الكريم كراميل لا ما اعرفوش، ما اعرفش تعمل ازاي. الكراميل بنجيبه من السوبر ماركت وبنعمله، لكن اصله نفسه ما اعرفش بيتعمل ازاي. لا الكريم الكراميل الصراحه ما اعرفش اعمله خالص، بس يعني ما بتعمله.
اهلا بيكم مره تانية. لو شفتوا دلوقتي جوه الحله هتلاقوا ان هو السكر ابتدى يسيح ويقلب لونه اصفر شويه. عايزين بس نخلي بالنا ان احنا بنقلب كويس، مش عايزينه كله يسيح دلوقتي، عشان لو سيبناه كله يسيح في حبه هيتحرقوا وحبه هيبقوا مستيحين. نطفي بقى على الشاورما دي تماما. زي ما انتم شايفين خلاص السكر لازم بس نقلب كويس، يعني مش عايزين نسيبه عشان ما يتحرقش. ولو في كلكيع سكر بالمعلقه كده نحاول نفتتها عشان تسيح بسرعه. هنشيل الكراميل خلاص كله ساح من على النار يعني تمام، ونحط الكريمه بقى بتاعتنا. وخلي بالنا عشان هي ما نحطها هتفور وتطرطش، نخلي بالنا يعني لان بعدين وشنا وما نزور وقتنا الدنيا. نشيل الحمص ده على جنب، بدل ما يبقى حمص بالكريمه هيبقى حلو برده يعني. هنقلب زي ما انتم شايفين بيفور جامد، بس انا خلاص شلته من على النار يعني. وزي ما قلت لكم اهم حاجه في موضوع الكراميل ده ان تبقى الحاجه كلها موجوده في متناول الايد، ما نقعدش بقى نحط السكر وبعدين نجري ندور على الزبده وبعدين نجري ندور على الكريمه. هنطلع بقى العيش من الفرن اللي احنا حطيناه في بيض وقليناه وبعدين حطينا عليه البسكوت. ونجيب بقى الطبق اللي هنقدم فيه. الدنيا بقت زحمه شويه بس هنتصرف يعني. فهنحط واحده من التوست دي، وبعدين نحط عليها شويه كراميل، وبعدين هنحط واحده تانيه فوقيها، وبعدين نجيب بقى الشوكولاته اللي احنا سيحناها دي، يعني كراميل وشوكولاته ومشاعر لا توصف. ونحط طبقة شوكولاتة، والشوكولاتة مع البسكوت والحركات دي جامدة جدا. وبعدين نقوم قلبين التانية دي كده عليها، فيبقى طبقة عيش بالبسكوت فوقيها كراميل فوقيها طبقة شوكولاتة فوقيها عيش تاني، وبعدين في الآخر نقوم حاطين بقى الكراميل على الوش من فوق. وده طبعا الحلو بتاع البطل، ونسيبه بقى يسيح كده على الجناب عشان ايه المشاعر والحاجات تنفجر. وبعدين لو عندنا فاضل عندنا كريمه من دي مش هنحطها فوقيها عشان ما تسيحش وتفرقع، نحطها بس على جنب كده. ونحط بقى شويه كريز سلطه الحمص اللي احنا عملناها، شويه زيت زيتون، هحط عليه شويه زيت زيتون، وبعدين نحط عليها، مش عايزين نحط عليها شوكولاته طبعا، شويه من الشاورما دي بالحركات بتاعتها كده على الوش. دول كفايه يعني، لان هي مقبلات مش لحوميات. نعناع الجنب كده يبقى شكله لطيف. وبعدين شويه زيت زيتون تاني، صنوبر كده تمام، هحطه على سلطه الحمص باللحمه. الصنوبر طبعا هو والمكسرات عامه مفيدين. في نفس الزيت ده بقى كده على نفس النار، ده كده الصنوبر خلص باللحمه. في نفس الزيت على نفس النار السندوتشات بقى اللي انا كنت عاملها دي. هقوم عشان العيش يسخن ويتماسك وهي تتحمص شويه، وادي الطبق الاولاني اللي انا عملته.
هجيب ممكن معاه كمان ظريف جدا لو حطينا جنبيه فاكهه. انا بحب احط جنبيه كومبوت اناناس، اللي هو الاناناس اللي بيتباع في علب بيبقى مسكر شويه ومعاه حاجه زي الشربات كده شويه، احط جنبيه حتتين كومبوت هيبقى ظريف جدا. وفي الاخر بقى معلقه صغيره شويه كراميل، نحط شويه كده على جنب عشان برضو ايه تقطع تقطيعه وتاخد كراميل، والكراميل يعني زي ما انتم شايفين مسك قوي بس تمام. وعندي هنا ميبل سيرب اللي هو بتاع البانكيك، ممكن برضو ازوق بيه الطبق شويه. يبقى تمام ويبقى كده ده الحلو. هدوقه بقى واقول لكم اخباره ايه. اخر حاجه عشان المخرج عمال يقول لي الوقت خلص، زي ما انتم شايفين هو محتاج طبعا واحد بطل عشان يدوق الموضوع ده يعني، وهو كراميل خلايا تماسك في بعضه، فلما الواحد يدوقه يحس بقى باحساس جامد جدا. ما تنسوش تجربوا الحاجات دي وابعتوا لنا رايكم على الايميل، واعملوا لنا فولو على التويتر وابعتوا لنا رايكم على الايميل. وانا قلت الايميل ماشي، وابعتوا لنا رايكم على الايميل ونشوفكم على خير ان شاء الله.